السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسوفت في فيديو دوبل تقنية. إن شاء الله النهاردة معانا شرح الـ WMI في السي شارب. WMI باختصار هي قاعدة بيانات موجودة في السيستم عندك في الكمبيوتر. قاعدة البيانات دي احنا من خلال السي شارب، من خلال البرنامج بتاعنا، ممكن نعمل ريتريف من قاعدة البيانات دي معلومات عن الجهاز بتاعك، معلومات عن البروسيسور، معلومات عن المذر بورد، معلومات عن كل الجهاز، السوفت وير هارد وير بتتخزن في الـ WMI دي. بنعمل لها ريتريف للمعلومات دي وبنستخدمها في برنامج عادي، مثلا نعمل ريتريف، مثلا نجيب المعلومات الخاصه بالبروسيس، بالعمليات اللي شغاله على البرامج اللي شغاله على الكمبيوتر بتاعنا دلوقتي. مثلا معلومات عن البطاريه، ممكن احنا نجيب معلومات عن البطاريه في اللاب مثلا، لو انت عندك لاب. هنشوف كل ده دلوقتي. خلينا بس ايه نعرف ال WMI دي بتتكون من ايه. ال WMI بتتكون من عامله زي الكلاسات والنيم سبيس اللي بتبقى في الكمبيوتر بتاعك، اللي بتبقى قصدي في السي شارب. كل نيم سبيس ليها مع كلاسات محدده، والكلاسات دي بترجع لك معلومات معينه. يعني مثلا في بيبقى فيه في مثلا في الكمبيوتر في النيم سبيس اسمها سي اي ام في 2، دي فيها كلاسات، مثلا زي كلاس مثلا اسمه وين 32 بروسيس، دي بترجع لك العمليات اللي شغاله. لوجيكال ديسك بترجع لك البارتيشنات، معلومات عن البارتيشنات اللي عندك. الاوبريتنج سيستم دي بترجع لك معلومات عن الاوبريتنج سيستم بتاعك الويندوز. في برضو ايفنتات غير الكلاسات، الايفنتس دي بترجع لك مثلا في فوليوم تشينج ايفنت، دي بترجع لك نوتيفيكيشن كده، حاجه زي النوتيفيكيشن لما هارد جديد يخش على الكمبيوتر بتاعك، فلاشه بقى اي حاجه. هنتعلم كل ده نشوف دلوقتي ان شاء الله. في برضو نيم سبيس اسمها الناب، في الار ار اس او بي. طبعا كل نيم سبيس ليه بقى، يعني بيبقى فيها معلومات محدده، كلاسات محدده فيها بترجع لحاجات معينه، بس اغلب شغلنا هيكون في السي اي ام في 2 لانها بتحتوي على يعني ايه قول 90% من المعلومات اللي احنا بنحتاجها. طبعا في نيم سبيس كتير تانية، في طبعا كلاسات تانية في السي اي ام في 2 دي فيها 559 كلاس تقريبا، غير الاربع كلاسات انا جايبهم لك كمثال بس كده. هنطبق مثال عن الوين 32 بروس دلوقتي بحيث ان انا اوريك ازاي بنستخدم الحاجات دي. في هنا لينك لموقع مايكروسوفت بيجيب لك هنا كل الكلاسات مثلا اللي في النيم سبيس اسمها سي اي ام في 2 دي، وكل كلاس بيقول لك هنا هو بيرجع معلومات ايه. هو بيقول لك هنا ايه ذا فولوينج سانتاكس از سمبليفايد فروم مانج اوبجكت كاد ان بريبريزنت ا بروس اون ا ان اوبريتنج سيستم. بيرجع لك البروسيسات اللي العمليات اللي شغاله في الكمبيوتر بتاعك دلوقتي. هسيب لك برده اللينك ده تحت في الديسكربشن. يعني كده نقفل كده دي خلاص. برضو قبل ما اخش برضو هقول لك ان الكلاسات دي زي ما قلت لك هي نفس الحكايه برضو في الكلاسات اللي عندك في السي شارب، انت بتاخد منها انستانسز. الانستانسز دي هي يعني مثلا في زي ما انا قلت لك في ال 32 لوجيكال ديسك دي بترجع لك البارتيشنات اللي عندك. كل بارتيشن بيبقى ليه انستانس محدد متخزن جوه في الكلاس ده. السي ليه انستانس، الدي مثلا ليه انستانس، وكل انستانس فيهم بيورث بياخد قصدي البروبرتس اللي هي النيم بقى واللي هي الفري سبيس من الـ الوين 32 لوجيكال ديسك. هنشوف كل ده دلوقتي. ولو مثلا هنيجي نطبق مثلا مثال على البروسيس ماشي، عشان تجيب معلومات لازم الاول نتصل بالنيم سبيس دي. فاحنا بنقول هنا في ثلاث طرق عشان نتصل بالنيم سبيس او نجيب نتصل بالكلاس بتاعنا اللي احنا عايزين نجيب منه المعلومات. فلو مثلا احنا عايزين مثلا نجيب المعلومات عن العمليات اللي شغاله دلوقتي في الجهاز بتاعي، فانا هقول مانج سكوب. سكوب النيم سبيس عندنا في ال WMI اسمها سكوب، نقول مانج سكوب، سكوب نيو مانج سكوب روت اختصار للجهاز بتاعي دلوقتي، سلاش زي اللي تخش على فولدرات كده وبتاع، وبعد كده سي اي ام في 2. بعد كده بنقول سكوب دوت كونكت، بنتصل بالسكوب ده ونقول هنا مانج اوبجكت جيت اوبشنز نيو اوبجكت جيت اوبشنز. دي يعني معلومات، يعني مش معلومات، انت بتحدد مثلا حاجه زي التايم اوت كده بيبقى جواه، عشان مثلا لو الاتصال ده قعد فتره طويله وما نجحش، ما جالكش اتصال اساسا، فانت بتقول خلاص ده انت بتكنسل الاتصال ده، فاحنا بنسيبها ديفولت، يعني مش هنحتاجها قوي. في هنا مانج باس، مانجمنت باس، باس بتساوي نيو مانجمنت باس، وتكتب هنا اسم الكلاس بتاعك. احنا هنكتب هنا وين 32 اندرسكور بروسيس. بعد كده بنقول مانجمنت كلاس،
كلاس بتساوي نيو مانجمنت كلاس سكوب، بنديله هنا ثلاث بارامترات، السكوب بتاعنا والباس اللي هو الكلاس بتاعنا والجي اللي هو الاوبجكت جيت اوبشن الاوبشنز. دي طريقه ودي اصعبهم يعني. وفي طريقه ثانيه ان انت مش بتحتاج ان انت تكتب هنا السكوب خالص، وخليها مش نقول هنا كنترول سي، ناخد دي كده كنترول سي كنترول في والنقطتين في بعض دول، بنكتب الباس على طول، ما احنا مش لازم، وبندي ال المانجمنت كلاس الباس، بس الباس لازم يكتب فيه الرابط كله، بنقول روت سلاش سي اي ام في 2 نقطتين في بعض الكلاس اللي احنا عايزينه. خلاص كده انت هو بيجيب بيعمل اتصال تلقائي بالسكوب بتاعتك وكده. بس انت لو عندك كذا كلاس بتجيب منه معلومات يستحسن تخليها سكوب واحد، نستخدم الطريقه الاول الطريقه الاولانيه اللي انا قلتها لك، بتقول سكوب دوت كونكت اي كلاس بتحب ان انت تجيب منه بتاخد من السكوب ده اللي هو السكوب اللي انت متصل بيه اساسا، لان كل مانجمنت كلاس انت بتعمله بالطريقه اللي انا قلتها لك دي بيعمل سكوب جديد وبتاع. لا انا عندي سكوب اساسا فانا اجيب منه معلومات احسن. في برضه طريقه تانية ان انت بتدي له هنا اسم الكلاس على طول، ان انت بتدي له هنا ايه، مش لازم ان انت تستخدم لا مانجمنت كلاس ولا مانجمنت قصدي باس ولا مانجمنت سكوب، انت بتدي له اسم الكلاس على طول. ودي الطريقه الاسهل يعني، هو بقى بيعمل بقى الحاجه بتاعته، بيعمل كل الطريقه اللي انا قلت لك دي، بيعمل كونكت بالسكوب بتاعتك وكده وكل حاجه. هي بتبقى اصلا ديفولت سي اي ام في 2 دي بتبقى ديفولت اساسا في البتاع ده. صح، ونسيت اقول لك برضه احنا لازم نستنى المكتبه دي، انت مش هتلاقي الكلاسات دي كده، مش هتلاقيها على طول موجوده مباشره كده، هتروح للكليك يمين على البروجكت بتاعك بعد كده اد كده اد ريفرنس بعد كده هتيجي هنا تكتب سيستم هتنزل تحت كده هتلاقي سيستم حاجه اسمها سيستم دوت مانجمنت اهي، تعمل عليها الصح وتدوس اوكي. فاهم؟ بعد ما تعمل دوس عليها اوكي هتروح هنا تقول يوزنج سيستم دوت مانجمنت، عشان الكلاسات دي مش هتلاقيها مباشره كده عندك في البرنامج بتاعك. احنا هنستخدم الطريقه الثالثه اللي احنا نحط الكلاس على طول، احنا بنقول مانجمنت كلاس بناخد كام منها اسمه كلاس، بعد كده بنقول نيو مانجمنت كلاس وين 32 بروسيس. دلوقتي احنا متصلين بالكلاس بتاعنا، هنقول فور اتش مانجمنت اوبجكت. احنا دلوقتي احنا هنجيب الانستانسز اللي هي في البروسيسات اللي عندنا، هنجيب الانستانس اللي عندنا اللي هي البروسيسات اللي هي البروسيس اللي شغاله عندنا دلوقتي، هنقول مانجمنت اوبجكت اكس ان كلاس دوت جيت انستانس. الداله دي بترجع لي كل الانستانس اللي متاخده من الكلاس ده، كل انستانس بيعبر عن بروسيس محدده. هنقول مثلا هنا ايه، لو احنا جينا هنا بصينا في ال 32 بروس هنلاقي هنا كل البروبرتس اللي بترجعها، هي نفس الحكايه الكلاس ده ليه بروبرتس وليه ميثودز. لو احنا جينا نزلنا تحت هنلاقي هنا ايه ميثودز، ميثود اسمها كرييت هنستخدمها دلوقتي، في ميثود اسمها تيرمينيت دي بتنهي البروسس خالص العمليه. ولو مثلا احنا عايزين مثلا نرجع خاصيه النيم، عايزين نعرف اسم العمليه دي ايه، احنا هنقول هنا سي دبليو دبل تاب اكس علامتين اللي هي المعكوفتين دول بعد كده سترينج وبعد كده ندي له اسم خاص، هنقول نيم مثلا اهي كان دوس ستارت. احنا بنرجع كل انستانس هتعدي عليها هنعمل فور اتش عليه بالمانجمنت اوبجكت دي اللي هي مسؤوله انها بتجيب انها بتكاتش الانستانس بتاعنا، بعد كده بنعرض فيه خاصيه اسمها النيم. سوري يا جماعه، ثواني سوري يا جماعه، بس مش هتظهر لك يعني الرساله دي انا كنت عاملها قبل كده يعني، استنى شويه. معلش بس الكمبيوتر بتاعي بطيء شويه عشان برنامج التصوير بقى والفيجوال استوديو وكده وشغال معاه جوجل كروم. او رجع لي كل البروسيسات اللي عندي، في هنا بروسيس اسمها في اس هوست، في تحت هنا اللي احنا نزلنا شويه هنلاقي كروم اهو كروم دوت اكس اللي احنا بتلاقيه في التاسك مانجر، هي ستارت تاسك مانجر هنا اللي هنا اللي هي البروسيسات دي اللي هي البروسيس دي هتلاقي هي دي هو بيجيبها بنفس الطريقه، التاسك مانجر بيجيبها بنفس الطريقه يعني. بس كده نقفل. طبعا بقى انت ممكن يعني ترجع بقى بروسيسات محدده، نجيب هنا كريشن كلاس نيم،
الاو اس نيم دي بترجع لك اسم الكمبيوتر اللي انت فيه، البروس اي دي بترجع لك رقم البروس اللي انت عايزها. بس يعني هو ده المثال، بس بسيط عن الويندوز 32 بروسس. هسيبك انت بقى، انت بقى مع نفسك بقى اقرا بقى طبعا في 559 كلاس، اقراهم زي ما انت عايز، وكل كلاس بيرجع. ممكن انت برضو تجيب من على النت ايه الكلاسات، في كلاسات محددة. هسيب لك برضو ايه لينك شوية مقالات كده بتتكلم عن الكلاسات دي، كلاس دي بيرجع كذا، كلاس ده بيرجع كذا. عندك مثلا ايه وين 32 اكونت دي بترجع الاكونت بتاعك، اللي هو الاكونت في كام اكونت متثبت على الويندوز دلوقتي. فانت مع نفسك بقى وراها، هسيب لك برضو لينك ده تحت في الديسكريبشن. دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي بنجيب ريتريف لبروبرتس محدده من الاوبجكت بتاعنا. هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل انفوك ميثود في الكلاس دي. في ميثود بتنفوك ستاتيك. يعني ايه كاستاتيك؟ يعني مثلا الكريت دي مش محتاج ان انا اعمل ايه، مش محتاج ان انا اخد جيت انستانس ان انا استدعيها او اعملها انفوك من انستانس. لا انا ممكن اعمل لها انفوك عادي من الكلاس، مش محتاج اقول جيت انستانس وكده. وفي مثلا اللي هي التيرمينيت دي اللي هي بتنهي البروسيس، دي برده مش محتاج ان اعمل انستانس. لكن مثلا في جيت اونر، لا دي محتاجه اعملها من جوه، اعملها من جوه هنا ان انا الانستانس بعمل انفوك للميثود دي من الانستانس. هنتعلم ده كله دلوقتي. بس ثانيه، دلوقتي هنشوف ازاي ننفوك ميثود جوه الكلاس بتاعنا. وقفنا عند ان احنا جبنا المانجمنت كلاس وين 32 بروسيس عشان نشوف ازاي مثلا انا عايز انفوك كريت. بتقول اللي هي الميثود كريت بتنفوك، بتعمل كريت نيو بروسيس. لو احنا كده رحنا دخلنا عليها هنلاقي انها بتاخد بارامترات، بارامتر كوماند لاين دي اللي هي الامر اللي هيتكتب في الكوماند لاين عشان يتنفذ. انت بتديله الباس بتاع البرنامج بتاعك، وبتديله في كارنت دايركتوري وفي بروسيس ستارت اب انفورميشن. لو انت ما اديتهاش، بس اهم حاجه نديله كوماند لاين بس البرنامج بتاعك. الحاجات دي اللي هي الكارنت دايركتوري والبروسيس ستارت اب دي حاجات ديفولت هو بيحطها من نفسه يعني. وبعد كده احنا هنديله بس الكوماند لاين، وهديك بس برضو مثال عن البروسيس ستارت اب انفورميشن اللي بتاخد كائن من الوين 32 بروسيس ستارت اب اللي هي دي. دي كلاس بتحدد لك ايه البرنامج بتاعك يشتغل ازاي، التايتل بتاعه يبقى ازاي، الشادو شو ويندو لو انت عايز البرنامج ده النوافذ اللي فيه تظهر ولا يتنفذ بس من جوه مش ما يظهرش لليوزر، الاكس الواي بتاعه، حجم الاكس وحجم الواي بتاعته. الكلاس ده هو اللي بيعمل الحاجات دي وانت اللي بتديله البروبرتيز دي. في الاول عشان ننفذ الميثود دي لازم نجيب البارامترات بتاعتها. فاحنا بنقول هنا مانجمنت بيز اوبجكت، مش مانجمنت اوبجكت، لا بيز اوبجكت بروبس. بنقول كلاس دوت جيت ميثود بارامترز، نديله الاسم الميثود بتاعتنا اللي هي كريت، اللي هو الكلاس لو وين 32 جواه ميثود بنجيب منها البارامترات بتاعتنا. بعد كده ايه، من خلال الاوبجكت اللي احنا خدناه ده بنعمل سيت للبارامترات دي، وبعد كده بنرجع نديها ليه الميثود دي. بس في الاول ايه، يعني احنا عندنا هنا بروبس كوماند لاين، بنديله هنا الخاصيه بتاعته كوماند لاين بتساوي نوت باد. احنا هنشغل برنامج النوت باد عندنا، فهو مش محتاج اساسا ان انا اديله الباس لان هو بيبقى متعرف اوريدي عندي في الويندوز. وفي بارامتر تاني هنديه له اللي هو البروس ستارت اب انفورميشن، ده كائن من 32 بروس ستارت اب. فانا بروح على بعمل مانجمنت كلاس جديد اسمه كلاس ستارت، اقول هنا نيو مانجمنت كلاس، بنديله اسم الكلاس بتاعنا اللي هو البروس ستارت اب، وبناخد منه كائن بنقول هنا كرييت انستانس. ومن خلال الكائن ده مثلا انا بقول له هعمل شو ويندو اور، بنديها واحد هنا. لو انت رحت هنا، لو انت نزلت تحت كده ممبرز اهي كرييت فلاجز، هنا بقى كل اللي بيشرح لك بقى اللي هي كل خاصيه بتعمل ايه. لو احنا نزلنا تحت كده هنروح للشو ويندو، شو ويندو، شو ويندو تايتل كنترول اف شو ويندو. الشو ويندو عندك هنا صفر، معناه ان انت بقى بتخفي اي ويندو هتظهر في البرنامج ده. واحد بنظهرها عادي، هننفذ الاثنين اللي احنا نظهرها ونخفيها في نفس الوقت، هنظهرها ونخفيها. بنقول هنا واحد، بعد كده بنقول له هنا ايه بروبس، بنديها البارامتر اللي اسمه بروسيس ستارت اب انفورميشن، بنديله الانست اللي هو الكان اللي احنا عملناه ده، اللي احنا بنديله الشو ويندو اللي هو الكان اللي احنا عملناه من الويندو 32 ستارت اب.
بعد كده بنقول له او بي تي اللي هو نعمل كائن من الانفوك ميثود اوبشنز. دي برضو نفس الحكايه برضو بتاعه اللي هي الاوبجكت جيت اوبشن، دي برضو ممكن تسيت فيها التايم اوت بتاع الميثود دي، لو ما رجعتش قيمه او ما اتنفذتش في وقت محدد خلاص ارميها مش محتاجه خالص، هنسيبها برضو ديفولت، احنا بس بنحتاجها عشان نديها للانفوك ميثود. بنقول هنا ايه كلاس دوت انفوك ميثود، الميثود اسمها كرييت، وبنديها البروبس بتاعنا. خلي بالك احنا حطينا ايه، حطينا الكومن لاين والبروس ستارت اب، ممكن انت برضو حط الكرنت دايركتوري لو انت حابب. ودي بس الرابع دي خلي بالك في كلمه اسمها ايه ان ان، وفي هنا كلمه اسمها ان واوت. ان دي البارامترات اللي انا هدخلها، والاوت دي البارامترات اللي هترجع لي، هيرجع لي هنا ايه البروس اي دي اللي هو ايه رقم البروسس بتاعتي. فانا بقول هنا كلاس دوت انفوك ميثود كرييت، وبدي له هنا البروبس اللي هي البارامترات اللي انا اديتها له، بعد كده بدي له الاو بي تي اللي هو الكائن اللي انا عملته من انفوك ميثود اوبشنز، وبعد كده الانفوك ميثود دي بترجع لي كام من المانجمنت بيس اوبجكت. المانجمنت بيس اوبجكت ده طبعا من خلاله انا بعرف، من خلال الكلاس اللي انا قريته هنا انا بعرف ان هو جواه بارامتر اسمه بروس اي دي، ده اللي انا برجع منه رقم الاي دي بتاع البروس بتاعتي. تعالى كده نرن ونشوف. اهو فتح لي النوت باد اهو وبيقول لي 5012 ده رقم الاي دي بتاعي. طب افرض انا مش حابب ان انا اصدر البرنامج بتاعي، ان انا عايز اجيب بس البروس اي دي بتاعتي، مش حابب ان اي نافذه تظهر، فاحط هنا اي صفر صفر تمام. اهو 4644 وما طلعليش اي نافذه خالص، بس انت لو جيت هنا شفتها في التاسك مانجر، ستارت تاسك مانجر، انزل كده تحت نوت باد اهي، فين تحت فين اهي نوت باد اهي، هي شغاله بس مفيش اي نافذه ظاهره ليها. طبعا انت بقى اقرا بقى في البروس ستارت اب دي مليانه، اللي انا زي ما قلت لك انت ممكن تحدد الاكس والواي بتاعتها، ايه حجم الشاشه اللي هتظهر، اللي انت عايزه بقى حطه. زي ما انا قلت لك برده في موسيدات بتتنفذ ستاتيك عادي، وفي موسيدات بتتنفذ من خلال الكائن جوه، اللي زي الجيت اونر دي لا لازم كائن عشان تتنفذ جواه، عشان بس تنفذ الدوال دي بس انت كل انت هتنقل الكود ده، الكود ده هتنقله جوه الكائن ده، فاهم؟ يعني مثلا ايه احنا مثلا عايزين ننفذ اللي هي جيت اونر، فاحنا بنقول هنا ايه اكس جوت دوت جيت ميثود، هنقول هنا اكس دوت جيت ميثود بارامترز، بدل الكلاس ده اللي احنا بننفذ من الكلاس، لا احنا بننفذ من الاوبجكت، فاحنا هنبدل كل كلاس اسم اللي هو الاوبجكت كلاس ده، لا هنبدله بالاكس اللي هو المانجمنت اوبجكت بتاعنا. ونفس الحكايه كل حاجه انت بتنفذ من خلالها الميثود دي. طبعا برضو في مستويات كده كتير برضو، كل كلاس من المستويات بتاعته ممكن تخش عليها تقراها، برضو تقراها تشوف المستويات دي بتعمل ايه، والان والاوت تشوفهم. وفي هنا برضو لو انت حابب ان انت تحمله هنا داونلود بي دي اف، تشوف انت الحاجات دي على الكمبيوتر بتاعك، مش لازم تخش على الموقع، بس انا افضل لك ان انت تخش على الموقع لان البي دي اف رديء جدا. في البي دي اف حاجات غلط كتير اصلا، كانت مش غلط كمعلومات، لا غلط في الكتابه نفسها، تقريبا نسخة قديمة ولا مش عارف ايه كده، فهم مش مظبطينها يعني، فانا افضلك ان تخش على الموقع يعني. هنتعلم دلوقتي بقى ازاي ان احنا نشوف دلوقتي ازاي ان احنا نحط اوبجكتات عندنا في الكلاس بتاعنا اصلا، ونمسح منه اوبجكتات ونعدل في اوبجكتات معينة. في كلاسات بتتيح لك ان انت تعمل تعديل او اضافه او مسح في الانستانس الموجوده من الكلاس ده، مثلا زي وين 32 انفايرمنت. في كلاسات تانية زي الوين 32 بروس اللي احنا كنا لسه معاها من شويه دي، لا ما بتتيحلكش ان انت ايه تعدل او تضيف من كده، انت بالطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي، لا انت ليها ميثودات معينه بتعمل ليها الحاجات دي. هنيجي برضو هنا ايه، هنا برضو اللي هو الوين 32 انفايرمنت دي الكلاس ده بيرجع لك انستانسز من الانفايرمنت بس. لو احنا جينا ايه نروح هنا على الكمبيوتر عندنا ادفانس سيستم سيتنجز،
environment variables بترجع لك ال variables دي اللي هي متعرفة أساسا جوه في ال في ال في ال في الجهاز عندك في الويندوز عندك. مثلا في عندي مثلا environment انا اكس 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 قيمته اي لاف يو مثلا، احنا عايزين نعمل له ريتريف عايزين نشوفه، فاحنا هنعمل ايه؟ بنقول هنا وين 32 environment، بنقول هنا get instances نفس الطريقة بتاعت ال 32 بروسيس. هنا ايه بنعرضه؟ هنقول مثلا سي دبليو اكس النيم اسمه، طبعا دي خاصية موجودة في ال في ال 32 نيم تحت ايه، هنضرب مثلا قيمته مثلا دلوقتي. احنا بنعرض اسم الفاريبل بعد كده بنعرض قيمته، لو احنا كده عملنا رن هيجيب لي كل بقى الفاريبلز اللي عندي متسجله في الويندوز. لسه مراجع دلوقتي في اكس سي اللي هي قيمتها اي لاف يو دي، هيجيبها لي ويجيب لي بتساوي اي لاف يو اهو، اكس سي بتساوي اي لاف يو. دي انت بتعمل مانجر، فافرض انا عايز اعدل على القيمه دي، انا عايز اعدل عليها ازاي؟ بنروح هنا بنكتب، بناخد مثلا ناخد دي كده كوبي بيست. هنقول هنا لو انت لا مش لازم على فكره كمان هنا اصلا ايه، بس خليها بدل دولار. اللي هنقول هنلف الاوبجكتات كلها، لو الاكس دوت نيم دي الاكس الخاصيه بتاعتها اللي اسمها نيم بتساوي كمالتها بتساوي اكس سي اكس سي، هنعدل عليها ازاي؟ هنكتبها تعالى كده ايه، او بس الفيديو اكتب الكود وبعد كده نرجع. كتبنا الكود هنا. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نلاقي الاوبجكت اللي اسمه ايه، اللي اسمه اللي هو النيم بتاعه اكس سي اكس سي، ونغير القيمه بتاعته نخليها بدل هي اي لاف يو نخليها هلو بيبي. ازاي؟ بنلف هنا الاوبجكتات كلها، بعد كده بنقول اف اكس نيم دوت تو سترينج، احنا بنحول القيمه، خلي بالك احنا القيمه اللي بترجع لي من اي خاصيه هنا بتبقى كاوبجكت. هي بقى انت بقيت تشوفها هنا، لو هي مثلا انت فانت تحولها لكونفكت كونفرت تو انت، وخلي بالك في هنا يو انت يو انت يعني انسايند انت، لا انت ما فيهاش قيمه سالب، تحولها انت بقى لو هي يو انت فانت تقول كونفرت دوت تو مثلا ايه، كونفرت دوت تو دوت تو سترينج. فانا برده مش هحتاج ان انا اعمل الكونفرت، هقول دوت تو سترينج وخلاص. هنقول هنا اكس سي اكس سي لو هي بتساوي اكس سي اكس سي، هنقول هنا ايه بوت اوبشنز، دي الكلاس ده بيقول لي انت هتعمل ايه، هل انت هتعمل لها ابديت للاوبجكت ده، ولا هتعمل الاوبجكت ده هتعمل له كرييت، انت هتضيف الاوبجكت ده كان انستنس جديد. لا انا هقول له انا هنا ايه، بنقول هنا بوت اوبشنز بي وبتساوي نيو بوت اوبشنز، عندنا هنا ايه بي يو دوت تايب بتساوي بي يو تايب دوت ابديت اونلي، اللي احنا هنعمل له ابديت بس. بعد كده بنقول له اكس فاريبل فاليو بتساوي هلو بيبي، احنا شفناها من دلوقتي طلعت اي لاف يو، هنخليها هلو بيبي. بعد كده بنقول اكس دوت بوت حطها بقى خلاص، احنا ايه حطها دلوقتي بخاصيه البيو. تعالى كده ايه نعمل ران ونشوف. نسيت اقول لكم برده يا جماعه، لازم ان انت ايه لازم البرنامج بتاعك عشان انت هتغير في ال دبليو ام اي او هتعمل منها تعمل فيها انستانس او تغير فيها، لازم ان انت تشتغل بصلاحيات الادمن. فانت تقول هنا ايه اد نيو ايتم، تقول هنا ايه ما هنروح نعدل في ملف المانيفست اهو، هنقول هنا اد فاهم، وبعد ما انت تعمل له اد انا عامل له اد قبل كده، هتروح عند هنروح ناخد السطر ده اللي هو ريكواير ادمنستريتور ده ونحطه هنا، ناخد ده كوبي ونحطه هنا بدل السطر ده اللي هو الاز انفوكر بس كنترول اس. لما نيجي نعمل ستارت هيقول هيطلب ان هو يراستر الفيجوال ستوديو عشان يشتغل بقى بصلاحيات جديده اهو، هي ريستارت اندر ديفرنت كريدنت، هنقول هنا ريستارت، اعمل له ريستارت نقول له يس، نقفل ده كده خليها بدل ما نقفل بس عشان ممكن نحتاج منها معلومات ولا حاجة. طبعا في كلاسات بتحرك اللي انت تضيف وتعدل فيها، وفي كلاسات لا زي ما انا قلت لك ال 32 بروسيس لا ما بتحلك، مش بتحلك ان انت
بعد ما عملت مثلا بروسس ان انت مثلا ايه تعمل ابديت زي كده في البروسس نفسها، لا هترمي لك اكسبشن اول ما تعمل كده. برضو لازم ان انت من خلال انت تضيف مثلا انستانس جديد، لا اللي بتعمل انستانس من خلال في ميثود اللي هي كرييت انها بتضيف لك دي. لكن دي مثلا اللي هي كلاس انفايرمنت، لا هي مش محتاج ان انت ممكن تحط كرييت من عندك، وممكن انت تعمل ابديت مش مشكلة يعني. بس كده تعالى كده هنا نعمل ران بقى. خلاص هو كده اشتغل بصفة الادمنستريتور. اهو اكس سي اكس سي بقت هلو بيبي. لو احنا رحنا ايه على الكمبيوتر بتاعنا environment بس ننزل كده تحت هنلاقي بقت اكس سي اكس سي هلو بيبي. ده لو انت عايز تعمل ابديت للاوبجكت ده. خلي بالك انا بجيب الاوبجكت، انا معايا الاوبجكت دلوقتي، بعمل له ابديت او بعمل له كرييت. يعني مثلا لو انا عايز اعمل مثلا كرييت هنا دوت كرييت، في هنا ايه في كرييت اونلي، في ابديت اونلي، في ابديت اند كرييت. لو هو مش موجود اعمله، لو هو موجود عدله. هنقول هنا كرييت اونلي. طبعا احنا لازم ايه نغير في النيم بتاعته عشان ما يرنناش اكسبشن. اكسبشن نيم بتاعته هنقول مثلا هنخليها هنا ايه محمد مثلا اسم الفاريبل، والقيمة بتاعته مش مشكلة، ممكن القيمة تبقى مكررة عادي. هنعمل كده ستارت. اهو محمد هلو بيبي. فكده ايه نروح على عشان نتأكد انها موجودة. environment ننزل كده تحت اهي محمد هلو بيبي. ضفنا المتغير اهو. فبس هو ده ان انت بتضيف متغير ازاي او بتعدل في انستانس ازاي في ال دبليو ام اي. حاجه جديده معانا برضو في ال دبليو ام اي في السيستم دوت مانجمنت. السيستم دوت مانجمنت بتوفرها لك في كلاس اسمه مانجمنت اوبجكت سيرشر. الكلاس ده بيجيب لك معلومات او بيجيب لك اوبجكتات بنفس اللي انت عايزها بقيم او لوجيك او ايه او بخصائص انت بتحددها له. الكلاس ده بيستخدم لغه الاس كيو ال في الحاجات دي. الاس كيو ال دي لما بتضاف على الدبليو ام اي بتطلع لنا لغه اسمها دبليو كيو ال اللي هي الاس كيو ال فور دبليو ام اي. هسيب لك برضو اللينك ده تحت في الديسكريبشن. طبعا الناس اللي عارفه في لغه الاس كيو ال اللي هي بتستخدم في قواعد البيانات هتعرف معظم الحاجات دي اللي هي الفروم واللايك والنوت والنال والاور والسيلكت. عن احنا هنشرح بس شويه امثله بس عن شويه اللي هو شويه كلمات بس عن شويه اوامر من الاوامر دي وانت بقى اقراها مع نفسك. هنيجي هنا لو هنا اوبجكت كويري، كويري بتساوي نيو اوبجكت كويري سيلكت ستار فروم وين 32 لوجيكال ديسك. احنا هنطبق على الكلاس اللي اسمه وين 32 لوجيكال ديسك اللي هو بيرجع لنا البارتيشنات اللي هي في الجهاز عندي. بنقول هنا سيلكت ستار، بنعمل هنا سيلكت، بنقول هنا هات كل الاوبجكتات اللي عندك من الوين 32 لوجيكال ديسك اللي هي كلاس اللي هو يعتبر زي قاعده بيانات جواه الاوبجكتات دي. كده بنقول له هنا ايه مانجمنت اوبجكت سيرشر، سيرش بتساوي مانجمنت اوبجكت سيرشر، بندي له الكويري بتاعتنا. في طريقتين عشان نجيب منهم بنجيب بيهم الاوبجكتات دي. في ان احنا نجيبها عن طريق اللي هي سينكرونس اللي هي تبقى غير متزامنه، ان هو برنامج يقف لما لغايه ما الاوبجكتات دي كلها ترجع بعد كده يكمل، او انها تشتغل تجيب لي الاوبجكتات دي كاسينكرونس. نشوف دلوقتي السينكرونس. السينكرونس في داله اسمها سيرش دوت جيت، الداله دي بترجع لي مانجمنت اوبجكت كولكشن. المانجمنت اوبجكت كولكشن دي احنا بنلف جواها بالفور اتش مانجمنت اوبجكت او بي جي ان كولكشن. في الكلاس اللي اسمه اللوجيكال ديسك ده جواه كذا، جواه خاصيات كتير زي ما انتم شايفين. فيها هنجيب بس النيم والفري سبيس. الفري سبيس دي بترجع لي
يو ان 64 دي فيها ال الفريز بيز بتاعت ال بتاعت البارتيشن ده، كم مساحه فارغه في البارتيشن ده. فاحنا بنقول هنا string ان بتساوي او بي جي، بناخد خاصيه الخاصيه اللي اسمها النيم دوت تو سترينج، بنحول الخاصيه اللي هي النيم بنحولها اللي هي يعني بتيجي باوبجكت بكلاس اوبجكت، فانا بنحولها لسترينج وبنحطها في الان. والفريز بيز بنقول هنا ايه الاو بي جي فريز بيز هنا بنحولها ل كونفرت تو يو تو يو ان 64. طبعا بتجيلنا على بايتات، عدد البايتات اللي في البارتيشن ده فاضيه، فانا بقسمها على 1024 عشان يرجع لي ككيلو بايت، و1024 عشان يرجع لي كميجا بايت. وبنخزنها في متغير من نوع يو لونج اللي هو اليو انسايند لونج، اللي هو اختصار ليه ان هو الانسايند لونج اللي هو مش لازم يبقى سالب، لازم يكون موجب. بنقول لها كونسول دوت رايت لاين اسم البارتيشن سي ولا دي ولا اي، وبعد كده بي يقول لي الفريز بيز بتاعته. تعالى كده ايه نعمل ران، ده كاسينكرونس يا جماعه. اهو النيم سي البارتيشن سي في فريز بيز 1541 ميجا بايت فارغه، والدي فيها 147000. طبعا بقى ممكن تقسمها كمان على 1024 عشان تجيب لك الجيجا بايت. دي كاسينكرونس. في الاسينكرونس، الاسينكرونس دي بقى ايه، بنيجي هنا مش محتاج خالص ان احنا نجيب دي نعمل كده ايه عليها تعليق. نحتاج هنا كلاس اسمه مانجمنت اوبجكت مانجمنت اوبريشن اوبسيرفر. الكلاس دي جواها بنقول هنا مانجمنت اوبريشن اوبسيرفر او بي او بي اس بتساوي نيو مانجمنت اوبجكت اوبسيرفر. بعد كده بننزل تحت جواها الايفنت اسمه اوبجكت ريدي. ده اول ما الاوبجكت يجي اعمل ايه؟ هو طبعا بيرجع اوبجكتات. طب لما الاوبجكت ده يجي اعمل ايه؟ بنقول هنا ايه مانجمنت او بي اس دوت اوبجكت ريدي، اللي هي علامه الزائد بنضيف فيها ديليجيت جديده اللي هي الديليجيت الجديده دي. هي نفس سطر الكود، احنا بس بناخد منها بس بنقول هنا ايه مانجمنت اوبجكت او بي جي بتساوي اي اي اللي هو البارامتر اللي بيرجع لنا من الايفنت دوت نيو اوبجكت. ده الاوبجكت اللي احنا جبناه وبنحولها بالكاست مانجمنت اوبجكت. هي بتجي لنا كمانجمنت بيز اوبجكت، احنا بنحولها لمانجمنت اوبجكت. ممكن انت برضو تستمر بالمانجمنت اوبجكت بيز اوبجكت، بس في خصائص في المانجمنت اوبجكت مش موجوده في البيز اوبجكت. فاحنا بنستخدم احنا انت ممكن ترجع، انت هتلاقي الخصائص دي انت ممكن ترجع خصائص زي دي من المانجمنت بيز اوبجكت، بس انا افضل لك انك تحولها بالكاست اولا للمانجمنت اوبجكت. لو انت حابب تعدل بقى في الاوبجكت ده ولا حاجه في المانجمنت اوبجكت بيز اوبجكت ما فيهاش مثلا ده اللي اسمها البوت فيهاش، لكن في المانجمنت اوبجكت موجود. برجع عليك كتير انا معلش انا اسف. نفس الحكايه برضو، هجيب الاوبجكت بتاع الايفنت اول ما يجي هتطبع الحاجات دي. بعد كده في هنا ايه في برضو هنا في او بي اس دوت كومبليتد، دي بت ايفنت اول ما خلاص بقى خلصت انا كده، فانا هنا دبل تاب عشان يعمل لي هو الايفنت ابلاي كده ايه. انا بقول له هنا سي دبليو كومبليتد ان انا كده خلصت، واروح مباصي الاوبجكت ده اللي هو السيرش دوت جيت. يقول لي سيرفر بيرجع لي صح ده عشان في رامي غلط، ان هو بيقول لي انت اصلا مش برجع اللي هو الداله دي فويد، لان اساسا ايه ان هو الايفنت ده بيشتغل من نفسه، انا مش محتاج ان انا ارجع مانجمنت اوبجكت كولكشن. تعالى بقى مثلا نقول سي دبليو ستارتد، هو هيطبع ستارتد دي قبل ممكن يطبعها بعديها لو ده اللي خلاص بسرعه. هو هنا بيجي هنا بيقول سيرش دوت جيت، بيعمل ثريد خارجيه وبعد كده بيكمل البرنامج عادي. تعالى كده ايه نعمل ران، اهو بص طبعا ستارتد، هو شغل الداله دلوقتي وبعد كده جري في البرنامج وده طبعا ستارت. بعد كده جاب لنا ايه كل البارتيشنات بتاعتنا بالايفنت بتاعنا اللي احنا عملناه. بعد كده في الاخر خالص بقى اول ما خلص بقى ما فيش اوبجكتات تاني قال لنا كومبليتد، خلصت انا خلصت. طبعا انت بقى ايه ممكن تضيف بقى في الكويري دي نفسها سيلكت ستار فروم مثلا وين 32 بروسيس،
ورت نوت هتلاقي قصدي لوجيكال ديسك مثلا، انا عايز مثلا ايه يرجع لي مثلا البارتيشنات اللي هي فري سبيس بتاعتها مثلا اكبر او اقل مثلا من جيجا، فانت برضو بتعملها برضو من خلال اللي انت بتقوله وير برضو هنا، في هنا الوير برضو ممكن تقدر تستخدمها فيه. هو طبعا هو جايب لك هنا في كلمات انت بتستخدمها فيه، مش كل الاوامر في الاس كيو ال بتقدر تستخدمها هنا، لا في اوامر تقدر وفي اوامر ما تقدرش فيها تستخدمها. فبس ده كان مثال عن الاوبجكت سيرشر والاوبزرفر. اخر حاجه معانا بقى هنتعلم ازاي نتعامل مع الايفنتس، الايفنتس اللي هي جنب الكلاس في النيم سبيس. الايفنتس دي زي مثلا انا عندنا مثلا هنا في وين توتا تيم فوليوم تشينج ايفنت، الايفنت ده بيرجع لي لما انا مثلا ايه هاردات تتشال من البارتيشنات تتشال من الجهاز بتاعي، بارتيشنات تضاف في الجهاز بتاعي. لو انت جيت هنا بصيت عليها في هتلاقي هنا برضو في اللينك اللي انا هسيبه لك، لو جيت بصيت على البروبرتي بتاعتها هتلاقي فيها حاجه مثلا هنا بترجع لك ايفنت تايب، وفي هنا مثلا درايف نيم، درايف نيم دي بترجع لي السي هيبقى في الدي هيبقى في الاف كده، وفي الايفنت نيم دي لو انا كده بصينا عليها واحد اتنين معناها ان الايفنت ده اتدخل جوه الدخل، يعني لو انا دخلت مثلا فلاشه جوه الكمبيوتر بتاعي فهيرجع لي ايفنت اللي هو رقم اتنين، لو الفلاشه دي انا شلتها هيرجع لي ايفنت رقم ثلاثه ان هو ده رقم ثلاثه ان هو معناها اتشال. هنتعلم ده دلوقتي، بنعمل واتشر للايفنت ده ازاي؟ بان احنا بنترقب على الايفنت ده، بنفضل مراقبين وكده، اول ما بيجي مثلا ايه بعمل حاجه معينه الايفنت ده، بعمل هنا ايه ايفنت كويري، كويري بتساوي نيو ايفنت كويري سيلكت ستار فروم وينت نوت تيم فوليوم تشينج ايفنت، بستخدمها بالدبليو كيو ال طبعا. برضو انت ممكن تستخدم جنب بجانب السيلكت دي حاجات تانية اللي هي الوير والحاجات دي هوريك دلوقتي. دلوقتي احنا عايزين نعرف لو الفلاشه دخلت او خرجت، احنا في كل حالتين الايفنت هيشتغل، فاحنا بنقول هنا ايه واتشر بتساوي مانجمنت ايفنت واتشر، واتشر بتساوي نيو مانجمنت ايفنت واتشر، وبنديله الكويري بتاعتنا. بعد كده بنعمل فور ان احنا هنفضل البرنامج بتاعنا شغال، هنقول هنا ايه واتشر دوت ويت فور نيكست ايفنت. في طريقتين عشان نستعمل بيهم الايفنت ده، في سينكرونس بالويت فور نيكست ايفنت، الويت فور نيكست ايفنت دي هتوقف البرنامج لغايه ما الايفنت يجي، او بالاسينكرونس انا هوريها لك دلوقتي. والايفنت ده هيرجع لنا مانجمنت بيز اوبجكت، هنستقبل فيه المانجمنت بيز اوبجكت ده هنستقبل بيه الويت اللي هو الايفنت اللي هيجي. بعد كده من خلال المانجمنت بيز اوبجكت ده هنقول او بي جي درايف نيم، هنرجع من خلاله الدرايف نيم ده درايف نيم. تعالى برضو ايه نحط برضو هنا ايفنت تايب رقم 2 معناه اللي هو الفلاشه دي دخلت، او رقم 3 معناه الفلاشه دي خرجت. انا مثلا انا معايا فلاشه دلوقتي، فانا هفصل بس الماوس بتاعنا عشان ايه عشان اعرف احط الفلاشه. دخل الفلاشه تمام، لسه ما دخلناش، انا بس ايه كنت بشيل الماوس دوس كده ستارت. استنى كده بس شويه، دلوقتي هو البرنامج دلوقتي مستني الايفنت ده يبعت اي حاجه اللي هو الفوليوم تشينج ايفنت ده. فلو مثلا هدخل الفلاشه بتاعتي دلوقتي اهو بص بيقول لي جي اهي، جاب لي الفلاشه دي اتحطت في الجي فيجوال ستوديو، الفلاش دي عليها فيجوال ستوديو رقم جي رقم 2 قصدي، انها الفلاشه دي دخلت. تعالى بقى كده نشيل الفلاشه اهو، بص جي 3 ان هو اتشالت. طبعا انت بقى ممكن تقول اف لو الايفنت تايب دي طبعا لازم تحولها في الاول من يعني انها هنا، تعالى كده نشوف هي ايه بترجع لنا ايه، بترجع لنا يو ان 16 فتتحولها ليو ان 16 كده. تشوف لو هي 2 يبقى الفلاشه دي دخلت، لو هي 3 يبقى الفلاشه دي خرجت، وهكذا. طبعا برضو ممكن برضو عن طريق يعني مثلا بدل احنا عايزين مثلا نخلي نجيب الفلاشات اللي دخلت بس، فاحنا هنقول هنا ايه هنكتب هنا وير ايفنت تايب بتساوي 2
تمام كده احنا بنقول له ايه الايفنت تايب ده لازم يكون بيساوي 2. الفلاشات دي دخلت بس ما خرجتش. هنشغل كده بقى البرنامج بتاعنا. هندخل الفلاشة. اهو G2 رجع لنا. تعال كده بقى نشوف نشيل الفلاشة. هو ما رجع لناش حاجة. الايفنت جه بس الايفنت انا قايل له هات لي الايفنتات اللي هي بتساوي 2 بس ما تجيبليش اي ايفنتات تانية. هيجي هنا يلاقي الايفنت بيساوي ايفنت تايب بتساوي 3 هيبقى لا يعني مش هيطبع لي حاجة مش هينفذ لي حاجة. ده كاسينكرونس. تعالى بقى كده نشوفها ايه كاسينكرونس. ثانيه بس اكتب الكود. اشيل قصدي الماوس ماشي. حط الفلاشة. جي تو يشيلها. جي تلاتة. خلي بالك انا ممكن تبقى ممكن اكتب اي حاجة والواتش شغال عادي. انا طالما ما ادوسش حرف الاس يبقى هو كده ايه الواتشر شغال عادي. لو انا دخلنا الفلاشة برضو تاني كده هو جي تو جبلنا نشيلها. احنا كده كتبنا اس ستوبد خلاص البرنامج بتاعنا خلص. دي كانت كاسينكرونس. ايه فاضل حاجة لا المتغيرات اللي هي معانا كده نشوفها. احنا دلوقتي شرحنا ايه الكلاسين او اللي هو شرحنا الايفنت. في ايفنتات تانية ايفنتات تانية في السيستم مش هتلاقيها في يعني في السيستم اصلا. هي موجودة في ايفنتات موجودة في السيستم نفسها. ايفنتات مثلا زي ايه الانستانس كرييشن ايفنت. الايفنت ده بيرجع لما اي انستانس يحصل في الكمبيوتر بتاعك من اي كلاس. اي كلاس موجود في الوين 32 بروسيس او الاوبريتنج سيستم لوجيكال ديسك. اي كلاس بيحصل او بتعمل منه انستانس الايفنت ده بيشتغل. وكذلك برضو حل لو الديليشن لو في ايفنت اتمسح من عندك برضو بيشتغل. الموديفيكيشن لو في ايفنت لو في انستانس تعدل اصلا في الانستانس موجود تعدل حاجه حصلت فيه تعدلت الايفنت بيشتغل. بعد كده بقى نكتب الكود بقى عشان نشوف الحاجات دي بتحصل ازاي. زي ما انا قلت لك في كلاسات دي اسمها السيستم اللي هي اسمها ايه دبليو ام اي سيستم كلاسز اللي هي الكلاسات اللي هي مختصة بالسيستم السيستم ككل عامة. يعني اللي هي الكلاسات اللي هي بتستخدم اللي هي الايفنتات قصدي اللي هي بتتفعل. وفي كلاسات برضو هنا احنا هنستخدم بس الايفنتات. اقراها برضو انا هسيب لك اللينك بتاعت الديسكريبشن. ايفنتات تانية غير الايفنت بتاعتنا دي
ايفنت بتاعنا اللي هنستخدمه هنعمل عليه مثال اللي هو اندرسكور اندرسكور انستانس كريشن ايفنت. الايفنت ده بيرجع لنا التارجت انستانس الكلاس، بيرجع لنا الكلاس من النوع اللي هو الايفنت ده حصل منه. يعني مثلا انا مثلا لما اجي اشغل بروسيس فاهم، هيرجع لي مثلا التارجت انستانس هيرجع لي اوبجكت من نوع وين 32 بروسيس، وكذلك بيترجع لي برضو تايم كرييتد ان البروسيس دي اتعملت امتى. مثلا لو انا هستخدم الوين 32 بروسيس، هنشيل برضو بدل ما احنا نستخدم الايفنت كويري هنستخدم الكلاس اسمه دبليو كيو ال ايفنت كويري، لان هو بيضيف لي حاجه جديده، ان هو بيضيف لي بدل ما انا اكتب الجمله كلها على بعضها، لا هو بكتب بس حاجات معينه هو يعمل لي الجمله. يعني مثلا ايه، في ال دبليو كيو ال ايفنت كويري بياخد مثلا ثلاث بارامترات رئيسيه، بياخد مني الايفنت اللي هو هيشتغل عليه اللي هو السلكت ستار فروم الايفنت بتاعي، هيكتب هو السلكت ستار فروم دي لوحده، بكتب له هنا ايه الاندرسكور اندرسكور انستانس كريشن ايفنت، ده الايفنت بتاعي اللي انا هستخدمه. تاني بارامتر بتاعنا هو امتى كل شويه هروح اشوف، يعني مثلا ايه الايفنت اشتغل دلوقتي او الواتشر اشتغل دلوقتي، هروح بعد قد ايه اشوف الايفنت ده، هروح مثلا بعد ثانيه، فانا هيعدي ثانيه اروح اشوف الايفنت ده اتغير، لا خلاص اعدي ثانيه اروح اشوف الايفنت ده اتغير، لا اعدي ثانيه واروح اشوف كده. ده بيفيد في المعالج بتاعك، المعالج ما يتعبش كتير يعني. فانا ممكن بدل ثانيه مثلا ممكن نحطها، ممكن تحطها انت 500، نحطها كام بالملي سكند، عفوا هنقول مثلا ملي سكند، هنقول مثلا ايه 100 ملي سكند، لا 1 على 10 من الثانيه، صفر دي دايز هاور اورز مينتس سكندز ملي سكند. بعد كده التالت بارامتر بنحط له الكونديشن بتاعتنا. الكونديشن بتاعتنا هو الايفنت ده هيبقى نوعه ايه، يعني هيبقى ايه الايفنت ده، ايه اللي فيه هيبقى مميز عن الايفنتات. ما هو في ايفنتات كتير بتحصل في يعني في انستانس كتير بتعمل لها كرييشن في الوقت بتاعك ده من مليون كلاس، في كلاسات كتير بتعمل انستانس. لا انا هقول له التارجت انستانس بتاعك هيكون نوعه از ا، ده بيقول النوع بتاعه وين دبل براكتس اللي هو علامه التنصيص دي، بنقول هنا وين 32 بروسس، هيبقى نوعه وين 32 بروسس. ممكن انت مثلا تضيف حاجه ثانيه، نقول مثلا وير، هي دي اصلا هو الوير، هي الجمله دي اللي بتتكتب بعد الوير، هنقول اند مثلا تارجت انستانس كنترول سي كنترول في دوت نيم. خلي بالك التارجت انستانس دي هي وين 32 بروسيس، دوت النيم بتاعتها مثلا بيساوي نوت باد دوت اي اكس اي. بس كده، ده كده مش محتاج الايفنت تايب وبيجي. هي نفس الكود بتاع المره اللي فاتت احنا اشتغل بيها كاسينكرونس، كاسينكرونس برضو انت ممكن تشتغل منها كاسينكرونس لو انت حابب بالايفنت بالويت كي بالويت نيكست ايفنت. انا برضو احنا ما عندناش في الوين 32 درايف تايب ولا بتاع ده، احنا عندنا بس احنا هنعرف بس اسمها لما الوين 32 دي تشتغل. فبس هو نفس الكود بتاع المره اللي فاتت، ما فيش اي اختلاف. تعالى كده بقى نعمل ران. دلوقتي هو مستني البروس بتاعتنا تشتغل. دين امي البروسات شغال. طب نقفل بقى كده جوجل كروم احسن، عشان ايه البروس بتاعنا ايه اشتغل. نقفل برضو ده، الدنيا بايظة خالص. تعال كده نشغل النوت باد. name not found. طب ليه؟ ماشي ماشي ماشي. ان احنا هنا احنا اصلا هو بيرجع لنا الكائن من الايفنت كرييشن ايفنت ده، اللي هو بيرجع لنا كائن من ده. كنترول سي، معلش يا جماعه ما خدتش بالي، كنترول في بكده بيرجع لنا كائن من ال. تعالى كده بقى نظبطه عشان ايه بالمره.
زي ما انا قلت لك، هو بيرجع لي نوع من instance creation event، اللي هو النوع class اسمه instance creation event. هو الايفنت ده بيرجع انا class من نفسه يعني، فهو بيرجع التارجت انستانس ده هو اللي فيه الاوبجكت بتاعي، فانا بحوله بجيب الخاصيه اللي هي التارجت انستانس، بقول اي دوت نيو ايفنت تارجت انستانس، بحاول بيجيب لي طبعا الخاصيه دي بترجع لي اوبجكت، فانا بحوله للكاست للمانجمنت بيز اوبجكت، وبعد كده او بي جي، بعد كده بحول عشان اخش على اليونت 32 بروسيس، بعد كده بقول له ايه اطبع لي الاو بي جي نيم، اشغله كده نقفل ده عشان اشغله تاني، شغل النوت باد اهو. طبعا النوت باد اهي لو قفلناها وجينا رجعناها شغلناها تاني اهو، النوت باد تاني عايز بقى كده نقفل. فبس هي دي يعني الفكره بتاعت ال WL QL event query. كنت عايز بس اجيب لك ان الكلاس ده بيشتغل ازاي، والسيستم بتاعت السيستم كلاس لا اندرسكور سكور انستانس كريشن دي. طبعا في كلاسات تانية كتير، في هسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكربشن للكلاسات اللي احنا شايفينها دي، اللي هي موديفيكيشن وفي ديليشن، اللي هي لو انستنس اتمسح، لو في انستنس اتضاء عدل عليه بالطريقه، مثلا زي مثلا الانفايرمنت اللي احنا عملناه من شويه، اللي هي بتاعت الانفايرمنت لما احنا عدلنا على الانستنس ده، فاكر هيجيب لي الانستنس ده بيتعمل له فاير او رايز تقريبا، مش فاكر رايز. الايفنت ده بيشتغل لما الايفنت ده اشتغل لما عملنا الحركه دي من شويه، لو احنا اشتغلنا بالايفنت ده هيجيب لنا يرجع لنا هيشتغل يعني، لو احنا استخدمناه دلوقتي مع الانفايرمنت هيشتغل برضه. برضه صحيح في حاجه برضه نسيت اقولها لك، في بارامترات تانية انت لو شفتها هنا في مع ال WQL هتلاقي حاجه اسمها جروب باي بروبرتي ليست. البرامتر يعني ايه البارامترات دي لو انت شفتها في ال WQL في ال WQL ايفنت كويري، البارامترات دي بتتيح لك وقت معين، فاهم؟ لو انت جيت هنا بصيت في اخر كونستراكتور عندنا هتلاقي هنا تايم سبان، هتلاقي هنا ايه ثلاث بارامترات زياده عن الثلاث بارامترات بتاعتنا. في بارامتر اسمه نوع تايم سبان وسترنج وسترنج. البارامترات دي بتتيح لك ايه لما انت بتيجي بتعمل ووتشر على الايفنت ده، لو انت حابب ان انت يبقى في وقت محدد بعد يعني الواتشر ده يشتغل دلوقتي، فاهم؟ الوقت المحدد ده لما يخلص، فاهم؟ لما يخلص الوقت ده يرجع لي ايه الايفنتات اللي حصلت في الوقت ده، يعني بمعنى يعني مثلا لو انا مثلا حددت 15 ثانيه مثلا، فالواتشر دي استنى 15 ثانيه، فاهمني؟ بعد كده بعد ال 15 ثانيه دي بيرجع لي الايفنتات اللي حصلت في ال 15 ثانيه دي، فاهم؟ هنشتغل نشوفها دلوقتي بتشتغل ازاي. تعالى كده ايه نكتب الكود، كتبنا هنا الكود، تعالى وكده يبقى نشوف الكود ده بيشتغل ازاي. ضفنا ثلاث بارامترات جديده اللي هي تايم نيو تايم سبان، ده الوقت بتاعنا اللي الواتشر هيسيب الايفنت ده يشتغل فيه، وبعد كده يرجع لي الايفنتات اللي رجعت من الايفنت ده. طب هو بيرجع ازاي؟ هل هو بيرجعها كلها على بعضها؟ لا، هو بيجمعهم كلهم في كلاس اسمه اجريجيت ايفنت كلاس. يعني ايه اجريجيت ايفنت كلاس ده؟ يعني مثلا لو انا مثلا جيت ايه شغلت مثلا ايه نوت باد، بعد كده شغلت نوت باد ثانيه، بعد كده مثلا شغلت الكالكوليتور مثلا، بعد كده شغلت نوت باد، بعد كده الكالكوليتور، بعد كده شغلت مثلا برنامجين ورا بعض، بقفل وافتح بقفل وافتح. خلينا بس ايه في الكرييشن اللي هو الانستنس الكرييشن، فانا بفتح بس اللي هو ماليه دعوه بالقفل بتاع البرنامج. فانا شغلت النوت باد مثلا ايه دلوقتي، لو انتوا شايفين دلوقتي على الشاشه نوت باد مره كمان كده الكالك، بعد كده نوت باد، بعد كده الكالك، يبقى انا كده شغلت النوت باد ثلاث مرات والكالك مرتين، فاهم؟ فهو دلوقتي الايفنت ده هي اللي هو لما انا بحط بارامترات ثلاث بارامترات للايفنت ده. تخلي دي كده اتنين، التلات بارامترات دي خلاص. هو بكده مثلا عملت التلات ايفنتات الار، الخمس ايفنتات دول قصدي في ال 20 ثانيه دول، فهو بيجي بقى ايه بيجمعهم لي بقى، بيجمع لي النوت باد مع بعضها، وبيجمع لي ايه الكالك مع بعضها بالتارجت انستانس دوت نيم، بحدد له انا مثلا ايه اللي هي الانستانس اللي هي متشابهه في النيم جمعها لي، فاهمني؟ بعد كده الانستانس اللي هو بيجمع الاوبجكتات اللي هو بيجمعها بالنيم دي كلها بياخد منها انستانس واحد، فاهم؟ ويحطه في
ايه ريبريزنتيتيف ولا مش عارف اسمها ايه الخاصيه دي، بياخد انستانس عشوائي منهم، غالبا بيكون اول انستانس فيهم، اول انستانس اتعمل فيهم بياخده هو، وبياخد بيعدل الانستانسز دي وبيحط وبيحطها في النمبر اوف ايفنتس، معناها ان الايفنت بتاع الكائن ده حصل كام مره، فاهم؟ فانا بقول له هنا جمعها لي بالتارجت انستانس دوت نيم، بعد كده بقول له نمبر اوف ايفنتس، لو رجع لي الايفنت اللي هو اكبر من اتنين، اللي هو عدد الايفنتات اللي حصلت فيه اكبر من اتنين، فاهم؟ خليها مثلا ايه 30 ثانيه عشان نلحق برضو ايه نشغل، فاهم؟ فبس اللي هو 32 بروس، تعالى كده بقى نعمل ران. كده هو شغال دلوقتي، دي واحد نوت باد اهي، اتنين، تلاتة، تعال كده بقى نشغل الكالك برضو معاها، كالكوليتر، أربعة، كالكوليتر، خمسة، بس كده. هسيب لك برضو اللينك بتاع لما اكسبشن ده ليه، عشان الايفنت اللي رجع لي في النهايه، خلي بالك هو بيرجع ايفنت اوبجكت واحد بس من الاوبجكت من الاجريجيشن اللي هو الكلاس ده، اللي هو نتيجه التجميع من الانستانس دي، بيرجع لي الايفنت ده اللي انا بختاره بالهافينج، بالجمله دي اللي هي الهافنج، اللي هي بتاعت الجمله بتاعت الهافنج اللي هي النمبر اوف ايفنتس دي. وهو انا طبيعي هو مش لاقي هنا ال كنترول سي كنترول في، فاهم؟ خلي بالك هو بيرجع من الاندرسكور اندرسكور انستانس، يعني انا محتاج برضو اعمل كاست تاني، يعني انا كده لسه ما وصلتش للون 32 بروس، لا انا لسه دلوقتي انا لسه في الاندرسكور اندرسكور انستانس كرييشن، فانا بعمل لها برضو كاست تاني عشان اوصل لي عشان اعرف اجيب قيمه النيم دي. كتبت انا الكود هنا دلوقتي، بجيب هنا البريز الريبريزنتيف بتاع الكلاس اللي هو رجع اللي هو الاندرسكور اندرسكور اجريجيشن، بعمل لها كاست عشان اجيب منها اندرسكور اندرسكور انستانس كرييشن ايفنت، بعد كده الانستانس كرييشن ايفنت دي جواها خاصيه اسمها تارجت انستانس، بعمل لها برضو كاست عشان اجيب منها الوين 32 بروس، بعد كده بطبع النيم بتاعت البروس بتاعتنا عادي. انا هكرر بس الخطوه اللي هي بتاعت اللي هي النوت باد دي عشان بس وقت الفيديو كده، فانا هكررها ال 30 ثانيه دول، هقفل بس الفيديو بعد كده اكررها، بعد كده اجيب لك الناتج النهائي. هقفل بس الفيديو دلوقتي اهو، كررت العمليه بتاعت اللي احنا عملناها من 30 ثانيه شويه دول، ورجع لي في الاخر ايه نوت باد دوت اي اكس اي. ممكن انت بقى تعالى كده ايه مثلا لو احنا عايزين نجرب مثلا نمبر اوف ايفنتس دي، احنا عايزين مثلا ايه، لا احنا عايزين مثلا نمبر اوف ايفنتس دي اقل من اتنين، فهيرجع لي دلوقتي الكالك، انا عملت الكالك فهيرجعها لي كالك دوت اي اكس اي اسم البروس بتاعتنا. طب انا ممكن مثلا لو انا عايز مثلا الهافنج، لا انا عايز مثلا مش بالنمبر اوف ايفنت، انا عايزها مثلا بالتارجت انستانس، انا عايز مثلا الايفنتات اللي هترجع من كنترول في ودوت، طبعا هنا ايه لازم ايه برسبكتيف كنترول سي كنترول في دوت، الخاصية دي دوت تارجت سن دوت نيم لازم تكون بتساوي كالك دوت اي اكس اي. طبعا مش لازم اعمل الحكاية دي كده اصلا، ملهاش لازمة الكاست، انا مش محتاج الكاست دلوقتي، بس انا هطبع هنا ايه النمبر اوف ايفنتس كنترول في اي دوت نيو ايفنت نمبر اوف ايفنتس. دلوقتي انا ايه زي ما انا قلت لك بيجمع هو الانستانسز، جمع النوت باد مع بعض والكالك مع بعض وكلهم بيحطهم في كلاس من نوع اجريجيت ايفنت. انا عايز انا بقول له هنا بقى الهافنج، اللي هي انا اختار اني
انستانس فيهم. طبعا في لازم يكون ممكن يكون برامج كتير انت مجمع برامج كتير انت محتاج، بس انت لازم تختار انستانس واحد بس، انستانس واحد من اجريجيت ايفنت. فانا بختار بقول له لازم يكون الانستانس ده بيساوي كالك دوت اي اكس اي، بس خليها 10 ثواني كده بس، فاهم؟ ستارت. شغل الكالكوليتر، ادي مرة، ادي التانية، شوف بقى هنا كده هيرجع لي ايه، 2. بص رجع لي رقم 2، ان الايفنت ده اشتغل مرتين دلوقتي. فبس هو ده درس كان، معلش يا جماعة بس الدرس كان طويل شوية، كان مليان حاجات ال WMI، خلي بالك في حاجات كتير برضو، بس انا حبيت بس اختصر بس شوية في الاساسيات دي، الاساسيات بس بتاعت ال WMI. هيبقى في برضو امثلة تانية شرح برضو كلاسات في ال WMI هنشرحها ان شاء الله، برضو في كلاسات برضو تانية هنشرحها باذن الله، بس ده كان فيديو بس تعريفي او اساسيات تقيلة شوية. ممكن بس في حاجات انت ما تكونش فاهمها، او في حاجات انا سقطت مني، عفوا لو في حاجات سقطت مني انا اسف، بس عشان بشرح بسرعه، احنا عدينا دلوقتي تقريبا ساعه في الدرس، فانا اسف. فلو في حاجه انت مش فاهمها يا ريت تكتبها تحت في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.